عايزه اطلب منك طلب بس مكسوفه شويه. اتفضلي يا خالد. عايزه حاجه من ريحه اختي، هدومها. يعني هو طب هنشوف كده بس، يعني اشوف ايه اللي ينفع وهطلعه لحضرتك. حاضر. احنا لسه هنشوف دلوقتي. خير البر عاجله. ليه بقى؟ عشان ناخد اللي ينفعنا واللي ما ينفعناش نفرقه على الناس يقروا لها الفتحة وهي تاخد ثواب. قومي قومي على طول، قومي يا بت قومي، خلينا نخلص. خلينا نخلص ونفرق على الناس ويقروا لها الفاتحة. يقروا لها الفاتحة؟ أمال إيه؟ لا يا خالتو، لا معلش معلش، كفاية كده، سيبيني دول. طيب يا حبيبتي. أيوه اهدى. لا دي شباب قوي، تليق عليك أنت. بحب الأحمر اللي فيه الدقة البيضة كده. الله، كانت أمك شارية شنطة سفر جديدة، كانت جاية لها ديليفري وأنا قاعدة معاها. هي فين؟ روحي بقى شوفيها هي فين وهاتيها نلم فيها الحاجات. يلا يلا عشان أروق لك، ده أنا بفضي لك دولاب. يلا روحي هاتي الشنطة يا حبيبتي.